وفي فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر حوادث الحرائق الواقعة على المركبات أو المنشآت السكنية، الأمر الذي قد ينتج عنه خسائر بشرية أو مادية أو كليهما. نستعرض في التقرير التالي بعض النصائح الإرشادية والتوعوية لتجنب تلك الحرائق والحوادث. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة شدة فصل الصيف تزداد فرص حدوث الحرائق، سواء كان عقب سيجارة أم صيانة مهملة للسيارة، هي في النهاية سبب لحريق كبير قد يودي بالحياة، فأكبر النيران من مستصغر الشرر. من هذا المنطلق تعمل وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني على مكافحة هذه الحرائق قبل حدوثها بالتوعية، حيث أن أهم المسببات تتمثل في إهمال أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية والتمديدات العشوائية، أو وضع اسطوانات الغاز في الخارج وإهمال وسائل مكافحة الحريق في المنزل. وهنا ينبغي على أفراد المجتمع ضرورة صيانة أجهزة التكييف من قبل فنيين مختصين، وتوصيل الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي مستقل، وتجنب استخدام أسلاك التمديد الإضافية، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنازل. أما حرائق المركبات فهي ناتجة عن عدم وجود كميات كافية من المياه في مبرد المحرك، وترك مواد قابلة للاشتعال داخلها، إضافة إلى العبوات المضغوطة كالعطور وملطفات الجو. وهنا يجب تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويراعى عند إيقاف المركبة أمام المنزل أو العمل فتح النوافذ بشكل بسيط للتهوية وعدم تعريض المركبة للضغط. وعند أسوأ الحالات تشير وزارة الداخلية إلى أهمية اقتناء طفايات الحريق باعتبارها إحدى أهم أدوات السلامة والأمان، ولضمان فعاليتها يجب أن تكون من النوع المرخص والمعتمد من الدفاع المدني، كما يجب التأكد من صلاحيتها للعمل، ويجب توفير أنظمة كاشف الدخان والحرارة المعتمدة من قبل مشروع حصنتك، حيث لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها باعتبارها دعائم أساسية للوقاية والسلامة. وكما هو الحال في تضافر الجهود في إخماد الحريق، علينا أن نعمل معا ليس كأفراد بل كمجتمع في الحفاظ على السلامة العامة، وذلك باتباع هذه القواعد الإرشادية.